السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. يقول الكاتب عبد السلام سبع الطائي في مقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني: من نافلة القول إن المحتل عاجز عن تمزيق البناء الاجتماعي والثقافي والديني للمذاهب والقوميات، بل حول ازدواجية الشخصية والتناشز إلى تجانس اجتماعي بين العراقيين، وتناشز ما بين الشعب والمحتل والطائفية بفضل رصانة ومتانة البناء الاجتماعي والثقافي والسياسي السابق للاحتلال، رغم ما علقت به من بعض الشوائب. ويتأكد لنا بأن المجتمع والشخصية العراقية ما يزالان يحتفظان بهوية المواطنة الشاملة من حيث الولاء والانتماء للعراق العظيم أولاً، ثانياً رفضهما وبصوت عال الاحتلال، منادين بملء حناجرهم بأن العراق للعراقيين. أيقن العالم منذ اندلاع الثورة العراقية لشباب تشرين التي حيرت التاريخ بأن شخصية العراقي تستحق أن تصنف من الناحية السايكوبيولوجية وباستحقاق بأنها شخصية من فصيلة ذوات الدم الحامي الغيور والجسور، لكونها تستمد بأسها من يأسها، ولعل الأحداث التاريخية المتجسدة بالاحتلالات السابقة برهنت بأن صدمات وكدمات الاحتلال كفيلة بتحويل المجتمع العراقي من مجتمع حائر إلى شعب ثائر تجسد بثورة فتية تشرين ضد الاحتلال الإيراني الأمريكي، اللذين هم أيضاً امتداد لثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني. أما على صعيد المجتمع العراقي فإن الأحداث الجسام كالحروب والاحتلال والبطش كان لها تأثير جلي في تجذير التناشز أو الازدواجية ما بين الاحتلال والشعب وما بين الحكام المستعرقين الوافدين والمحكومين العراقيين، أي بين الطبقة السياسية الحاكمة وبين الشعب العراقي. وعلى الرغم مما حصل من ظواهر سالبة في المجتمع، لكن علينا أن نقر بأنه كان للاحتلال وللأحزاب التي تجحفلت معه بثقافة البسطال الأمريكي والفقه الفارسي سبباً في توحيد التركيبة الفسيفسائية للمجتمع، شيعة وسنة، عرباً وكرداً وتركماناً، مسلمين ومسيحيين وغيرهم. وهكذا كان رد العراقيين على كيد من أراد تمزيق روح المواطنة لديهم إلى نحورهم: ناهيكم عن اقتدار الشخصية العراقية من تحويل التناشز المذهبي والعرقي إلى تجانس انعكس حتى على طبائع البداوة والحضارة في موقفهم ضد العدو الخارجي. يقول الكاتب إياد الدليمي في مقاله في صحيفة العرب الجديد: يمكن القول إن النظام السياسي لعراق ما بعد 2003 تشكل بهوية مؤتمر لندن الذي رعته الولايات المتحدة نهاية عام 2002، أي قبل الغزو الأمريكي للعراق. بعدها بأشهر قلائل جرى تفصيل هذا النظام على مقاسات القوى التي شاركت في المؤتمر المذكور، على الرغم من أن ديباجة البيان الختامي التي صدرت عنها كانت مليئة بالعبارات والشعارات الوطنية. ولكن من السهولة بمكان العثور على كل مكامن إخفاق هذه القوى السياسية التي توافقت في لندن على شكل عراقي ما بعد نظام صدام وهويته، فهي منذ تسيدت المشهد السياسي العراقي تسير به من سيء إلى أسوأ، حتى وصلنا إلى لحظة الحقيقة، لحظة فراق الشركاء التي كانت بادية المعالم منذ سنواتها الأولى في حكم العراق، غير أن المصالح والمنافع والنفوذ، ناهيك طبعا عن أدوات الخارج وما لعبته بها، كلها كانت أسبابا تؤخر صدام الشركاء، شركاء الأمس أعداء اليوم. لم تكن ثورة تشرين التي انطلقت في مختلف الميادين والساحات العراقية في 2019 بمعزل عما سبق من ثورات وإرهاصات شعبية عراقية،
بدأتها جماهير عراقية بالتزامن مع ثورات الربيع العربي في 2011، غير أن حكومة نور المالكي آنذاك سرعان ما انقضت على الجموع وتنكرت لكل ذي باجة بيان لندن، وبعده الدستور العراقي الذي كتب في 2005 والذي منح للعراقيين حرية التظاهر وحرية التعبير. حتى إذا جاء العام 2013 تململ العرب السنة بفعل المعاملة التمييزية والإقصاء والتهميش الذي تعرضوا له، ولعام كامل كانت لهم مظاهرات واعتصامات سلمية رفعوا خلالها شعارات أقل ما يقال عنها إنها شعارات مواطن يحلم بالعيش بكرامة، ولم يكن من بينها شعارات تطالب بإسقاط النظام، فكان ما كان من قمع وقتل واعتقالات لتأتي بعدها الصفحة الأكثر إجراماً والتي أقدمت عليها حكومة نوري المالكي بسحب القوات الحكومية من تلك المحافظات لينفتح المشهد واسعاً على دخول تنظيم داعش إلى تلك المدن ويبدأ معها فصل جديد من القتل والترويع والتهجير والاستحواذ وحتى تغيير ديموغرافي بحجة محاربة داعش. اليوم الكل يفتش في جنبات الحلول عن هوية جديدة لنظام سياسي جديد، هوية لا يبدو أن العثور عليها سيكون رهنا بما يمتلكه العراقيون من خزين هائل من الغضب على هذه الطبقة السياسية الحاكمة بقدر ما ستمليه عليهم الظروف الداخلية والخارجية. عن مقتضيات الوجود الفلسطيني كتب نزار السهلي مقالا نشرته صحيفة القدس العربي، جاء فيه: مع اشتداد الهجمة الاستعمارية الصهيونية على الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية من غزة والضفة والقدس إلى الجليل والمثلث والنقب، يؤكد حقيقة أساسية وهي أن نضال الفلسطينيين بانتصاراتهم المؤجلة وانكساراتهم المتكررة يمكنها أن تفرض نفسها كعامل أساسي في الصراع مع إسرائيل، مع بديهة هذه الحقيقة بالنسبة للشعب الفلسطيني والعربي، إلا أنها مصابة بداء التجاهل الدولي والعجز العربي. الاستعلاء الرسمي عن هذه المعضلات بالتخبط في التفكك والانقسام وغياب استراتيجية الحد الأدنى فلسطينيا من الالتزام بمراجعة سياسية شاملة وفقدان التنسيق العام لخوض المواجهة التي يفرضها العدوان الإسرائيلي المستمر على الأرض والبشر والحجر فرضا خسائر متتالية على الفلسطينيين وقضيتهم على الأقل في العقد الأخير، وأفقد قياداتهم السياسية المصداقية كما أفقدتها الزعمات العربية وسياساتها المتعلقة بقضية فلسطين. يتراءى لنا أنه في النتيجة الموضوعية لمقتضيات الوجود الفلسطيني إزاء عدوانية شطبه بالجرائم والتدمير الممنهج والسطو والتهويد والحصار وعمليات الإعدام الميداني، أنه بغير الإصرار على التمسك بترميم البيت الفلسطيني ومؤسساته وبموقع الشارع الفلسطيني الطليعي بالمواجهة والاشتباك مع المشروع الصهيوني لن تكون هناك فاعلية نضالية وسياسية قادرة على صون الحقوق الفلسطينية، وكل عمليات تجير رصيد النضال السابق من أجل تأمين سلطة فلسطينية بوظيفة محددة لإجهاض تراثها حتى تكون التصفية ذاتية فشلت في جانب من هذه الجوانب، وينبغي الإقرار بهذا الفشل والمأزق الخطير. كذلك الأمر ينسحب على عملية تصوير أن المقاومة الفلسطينية بمقدورها إلحاق هزيمة عسكرية بالكيان المحتل وبتعليل أسباب استخدام السلاح على أنه أحد أسباب الكارثة على القضية، فهذا أمر سخيف وبعيد عن جذر الصراع وأسبابه. اتضح للفلسطينيين في سنوات خبرتهم الطويلة مع النظام الرسمي العربي ومع ذرائع حصارهم وتطويقهم والانقضاض عليهم إسرائيليا أن معظم النظام العربي يدفعهم حتى يكونوا بمرتبة متساوية مع عجزه في تحريف المقاومة والتحريض عليها، وإن شذ الضحايا وقاموا بصد المحتل بأدواتهم يكثر الفضل بادعاء نسب البطولة والدعم لهم.
كشفت صحيفة واشنطن بوست عن فضيحة مدوية للنظام السوري وما أكثر فضائحه التي لا تنتهي والتي لا يكل ولا يمل منها. فكان آخرها استئجاره لمؤثرين غربيين على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل غسل جرائمه ومجازره التي ارتكبها ولا يزال بحق الشعب السوري على امتداد حكم عائلة الأسد المستمرة لنصف قرن. ويقول الكاتب أحمد موفق زيدان إن المدونة الغربية وأمثالها ممن استأجرهم النظام السوري ينطبق عليهم تماما النائحة المستأجرة، لا يعنيهم في شيء مواصلة الاحتلال الروسي وهو يدك محافظة إدلب بصواريخ موته أزوام. أحرار الثورة من الإعلاميين والناشطين والمثقفين والنخب بشكل عام كانوا في المقابل الأم الثكلى يتألقون بعكس ما يجري للشمال السوري المحرر، ورأينا اعتراضهم حتى على حليفهم التركي حين أدلى بتصريحات تمس ثورتهم، مما عكس حالة من التوحد الثوري على مبادئ ثورية أعلن الجميع الالتزام بها، وهو عدم التصالح مع العصابة الطائفية والتمسك بمبدأ إسقاط النظام بكافة مفاصله الأمنية والعسكرية. فكان الموقف عاما وموحدا من أقصى يسار الفصائل الثورية إلى يمينها. المثير للضحك هنا أن المؤثرين الذين يتم استئجارهم من قبل العصابة الحاكمة في دمشق لا يتعدى متابعيهم 170,000، بينما نرى أن متابعي مشاهير الثورة السورية أكثر من هذا بكثير. ويصر هؤلاء المؤثرون الغربيون على عكس ما يقال لهم، فهم كالأبواق المستأجرة، وإلا فما هو تفسير عدم عكسهم ما يجري على أيدي المحتل والميليشيات الطائفية وكذلك ما يجري في إدلب ومناطق الثورة السورية من قصف وتعديات بشكل شبه يومي، فضلا عن مجازر النظام لأكثر من عقد من الزمن، ومعه أيضا ما جرى من تدمير الاحتلالين الروسي والإيراني لحواضر عربية كبغداد ودمشق وصنعاء وبيروت، سوى العمى والحور الإعلامي والتصويري. نشرت مجلة فورين أفيريز مقالا للباحثة سارة إي ييريكس الزميلة البارزة في برنامج الشرق الأوسط بوقفية كارنيجي للسلام العالمي، قالت فيه إن النموذج التونسي قد انتهى وماتت الديمقراطية في البلد أو ربما قد تولد من جديد. أشارت الكاتبة إلى أن الديمقراطية التونسية الوليدة واجهت في العام الماضي امتحانا صعبا بعد انقلاب شخصي نفذه قيس سعيد. طوال العقد الماضي ظل الغرب يتحدث عن تونس كعماد الديمقراطية في العالم العربي، لكن لم يتم تقديم الدعم المالي والسياسي للشباب كذلك الذي يستحقه الشباب في بقية الديمقراطيات. في الأشهر التي تبعت استيلاءه على السلطة في تموز يوليو، دمر سعيد وبشكل منظم ما تبقى من مؤسسات الديمقراطية في البلد، إما بتعليق عملها أو استبدالها بمؤسسات ملأها بالموالين لها. وكانت رصاصة الرحمة في كل ما قام به سعيد هي إعادة كتابة الدستور، مكملاً ما بدأه من أجل رئاسة قوية بمشرعين محايدين. واختار سعيد لجنة الدستور لكتابته في أسبوعين، وفي تحول غريب للأحداث شجب رئيس لجنة كتابة الدستور صادق بلعيد علنا النسخة التي نشرها سعيد، قائلا إنها لا تعبر عن النسخة التي عملت عليها اللجنة وقدمتها للرئيس، وأن النسخة الأخيرة تعبد الطريق نحو الدكتاتورية. إن عملية التحول الديمقراطي في تونس حققت نجاحاً نسبياً خلال العقد الماضي، إلا أن أحداث الأعوام الماضية كشفت عن هشاشة التجربة، وليس من الواضح إلى أين سيقود سعيد تونس في المرحلة المقبلة. وما هو واضح هو أن النموذج الديمقراطي الذي نشأ عام 2014 لن يتم إحياؤه. فقد الرأي العام الثقة بالبرلمان قبل انتخاب سعيد، ولا يريد التونسيون العودة للاستقطاب والتشهير من جديد. وهناك سؤال آخر يتعلق بعودة المجتمع الدولي للتعامل مع سعيد كالمعتاد وبعد تمرير الدستور،
ففي أعقاب سيطرة سعيد على السلطة اقترحت إدارة بايدن قطع المعونات عن تونس إلى النصف تعبيراً عن عدم رضاها من تحركاته. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً للصحفية الهندية رنا أيوب علقت فيه على احتفالات الهند بمرور 75 عاماً على استقلالها. قالت تحت عنوان ارفع علمك الهندي عالياً، هناك ظلم كبير للتستر عليه. إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلبت من المواطنين الهنود احتفالاً بمرور 75 عاماً على استقلال البلاد عن الاستعمار، طالبته برفع العلم بألوانه الثلاثة. والطلب هنا ليس دقيقاً، لأن مبادرة رفع الأعلام جاءت من الوزير القومي المتطرف أميت شاه، حيث طلب من الناس رفع الأعلام على بيوتهم ومتاجرهم ووضع صور على منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذا لن يقود إلا إلى استقطاب أكبر في هند مودي، والتي تحل فيها القومية العمياء محل الديمقراطية وبوتيرة سريعة. في السنوات الثمان الماضية، فترة حكم مودي، تحولت الهند إلى مصدر قلق عالمي، فقد قام مودي بتخريب الديمقراطية من أجل ماركته الخاصة عن القومية الهندية المستبدة، وتراجعت الهند إلى المرتبة 150 في مؤشر حرية الصحافة العالمية، حيث يتم اعتقال الصحفيين كل يوم بسبب تغريدات أو تقارير ناقدة للحكومة، وأصبحت جرائم الكراهية للمسلمين عادية لدرجة أن القنوات الإخبارية لم تعد ترى أنها جديرة بالتغطية. وأنزل فريدم هاوس الهند من تصنيف حرة إلى حرة جزئياً، وذلك في تقريره السنوي بسبب الهجمات التعسفية ضد الأقليات الدينية واستخدام وكالات الدولة ضد نقادها. وقالت الهند وللعام الرابع الدول التي تقوم بإغلاق الإنترنت، ولأول مرة في تاريخ الهند يواجه البلد تداعيات سلبية من 20 دولة بسبب شتم مسؤولين في الحزب الحاكم للإسلام، وتقوم صناعة السينما بتشويه صورة المسلمين ونشر الكراهية ضدهم، وتفشل الدولة في حماية المواطنين الضعاف. وفي مؤشر الجوع العالمي جاءت الهند في المرتبة 101 من بين 116 دولة. تم استبعاد ومقت الرجال والنساء الذين قدموا حياتهم من أجل حرية البلاد، فقد تم وضع علامات الشك على كفاح المهاتما غاندي فيما تم تمجيد قاتله، وتم استبعاد جواهر آل نهرو أول رئيس الوزراء بعد الاستقلال، وتم تشويه ميراثه السياسي. رفعت درجات الحرارة المرتفعة في جميع أنحاء أوروبا الحكومات إلى إصدار تحذيرات صحية، فشهدت البرتغال وإسبانيا وفرنسا درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية. وفي في المملكة المتحدة أصدرت الحكومة تحذيراً من موجة حر شديد، ويقول خبراء إن موجات الحر والجفاف أصبحت أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ. في جنوب غربي فرنسا يعمل أكثر من 1000 من رجال الإطفاء لليوم الثالث للتغلب على حرائق غابات هائلة بالقرب من بوردو، في الوقت الذي تستمر فيه درجات الحرارة في الارتفاع. وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا على استخدام لقاح ثنائي التكافؤ تنتجه شركة موديرنا في الجرعات المعززة في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان للوكالة أنه تمت الموافقة على استخدام النسخة المحدثة من لقاح موديرنا التي تستهدف نوعين مختلفين من متحورات فيروس كورونا في الجرعات المعززة للبالغين. والآن إلى رسوم الكاريكاتيرية.
بهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.